السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي أريزاد، أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. اليوم جيت وجبت لكم وصفة طلبتوها مني بزاف، وهي وصفة تبييض اليدين. هذه الوصفة تعطيكم نتائج من أول استعمال. نبدأ بالوصفة. عندنا المرحلة الأولى هي تقشير اليدين، والمرحلة الثانية هي خلطة التبييض. نبدأ بالمرحلة الأولى، تقشير اليدين. عندنا نصف ليمونة وقهوة مطحونة وملح طعام. نمزج الملح والقهوة معا، ونأخذ نصف ليمونة ونضعها فوق المزيج، ثم نقشر بها أيدينا جيدا لمدة 5 إلى 10 دقائق. بعد التقشير فقط ستلاحظون تفتيح رائع من أول استعمال. ثانيا، خلطة تبييض اليدين. مكوناتها: عصير ليمونة، كريم جلوسيريد، زيت الجليسيرين، ونشا أو مايزينا. نمزج ملعقتين من كل مكون مع عصير نصف ليمونة. يمكنكم إضافة الفيتامين أو زيت اللوز المر، واستعماله لترطيب اليدين يوميا كل ليلة قبل النوم. الخلطة رائعة جدا للتبييض وترطيب اليدين، ستلاحظون الفرق بعد الأسبوع فقط من الاستعمال. نصائح مهمة للعناية باليدين: ارتداء الكفوف البلاستيكية عند القيام بالأعمال المنزلية، تجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة، وترطيب اليدين يوميا وتقشيرهم مرتين في الأسبوع، تجفيف اليدين بشكل جيد بعد غسلهما، وعند استعمال أي ماسك للوجه ضعوه فوق اليدين أيضا لتغذيتهما. حبيبتي، الوصفة رائعة، دوموا عليها وادعوا لي. وبالنسبة للمقشر، يمكنكم إضافة البيكربونات الصوديوم للمزيج، وفي حالة عدم توفر القهوة يمكنكم الاكتفاء بالملح والليمون. وبالنسبة للخلطة، يمكنكم استعمالها لأي منطقة داكنة في الجسم أيضا. الوصفة مضمونة ونتائجها رائعة، وجميع الوصفات والخلطات التي أشاركها معكم مجربة مني شخصيا وأمينة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعموني بلايك وتعليق لتشجعوني على إعطائكم المزيد من الفيديوهات والوصفات المجربة. ما تنسوش أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإن شاء الله نلتقي في فيديو آخر، والسلام عليكم.